بسم الله الرحمن الرحيم. لو هنتكلم على الكابتن ياسر لبيب، كابتن ياسر لبيب يمكن أنا غطيت كرة اليد من سنة 81 ومتخصص في كرة اليد، وعاصرت أجيال كبيرة مثل المهندس حسن صقر، المحاسب حسين لبيب، أحمد الأحمر، وكتير من الأجيال العظيمة دي، ومنهم كابتن ياسر لبيب. كابتن ياسر لبيب ده أحد أساطير كرة اليد في النادي الأهلي ومنتخب مصر، ساهم في إعلاء اسم النادي الأهلي على مدار سنوات طويلة قضاها بين جدران النادي الأهلي. أولا يطلق عليه بيبو كرة اليد، يتسم بالأخلاق العالية، دمس الأخلاق، عمره ما كان بيعترض على حكام أو أي شغب في الملعب، كان بيعتبر رمانة الفريق في الملعب. حقق مع النادي الأهلي 19 بطولة، وخلال 27 سنة اللي قضاها في الملاعب حقق مع النادي الأهلي 8 بطولات للدوري، وبطولتين في كأس مصر، وثلاث بطولات أفريقية، وأربع بطولات عربية لأبطال الدوري، وبطولتين عربية لأبطال الكأس. فهو أسطورة من أساطير كرة اليد، لا أحد يغفل مستواه أو أخلاقه في الملعب. انضم للمنتخب سنة 83 وحقق العديد من البطولات مع المنتخب، حقق مع المنتخب بطولتين أمم أفريقية و بطولتين في دورة الألعاب الأفريقية، شارك في بطولة العالم العسكرية اللي قيمت في مصر، ودورة الألعاب في أتلانتا سنة 96. اعتزل سنة 98، عمل مساعدة مع كابتن جمال شمس الله يرحمه، ثم بعد ذلك سافر للإمارات وعمل مديرا فنيا لمنتخب الإمارات لكرة اليد، وعمل بقى في العمل الإداري 8 سنوات في اللجنة الأولمبية في الإمارات، وحقق نتائج مذهلة. أستاذ محمد سلامة ده مؤرخ.